السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة مع المش جيمر عبد اللطيف. وفي الحقيقة أنا سعيد جدا جدا إن أنا معايا العربية دي، ده رقم واحد. زائد إن أنا سعيد طبعا طبعا بتفاعلكم على الحلقات اللي فاتت، ما كنتش متوقع خالص إن الموضوع يكون مؤثر جدا كده، وإن حبكم للحلقات اللي بنزلها من لعبة نيد فور سبيد دايما تكون بتنال هذا الإعجاب الكبير بالنسبة لكم. طبعا عادي عادي عادي، الحوادث دي متوقعة بتحصل كتير في نيد فور سبيد. وصلنا للموست وانتد رقم 9، هنروح للسباق دلوقتي. ولكن أنا في الفترة الحالية عندي رغبة عالية إن أنا ألعب ألعاب تانية من نيد فور سبيد، عشان بس الناس اللي بتشتم دي هنركن كده في الطريق. عندي رغبة ان انا العب العاب تانية من نيد فور سبيد، فقولوا لي ايه الالعاب اللي انتوا بتحبوها اكتر من سلسلة نيد فور سبيد غير موست وانتد 2005، وطبعا غير اللعبة دي لان دي كده كده هنختمها ان شاء الله، هنوصل لموست وانتد رقم واحد باذن الله، وغير كاربون لان احنا لعبنا هذه الالعاب. انا هروح على هذا السباق، هلعبه طبعا ان شاء الله بهذه السيارة الرائعة، واشوفكم طبعا بعد الانترو. طبعا وانتوا بتكتبوا لي الكومنتات بالالعاب اللي انتوا عايزيني العبها من سلسله نيد فور سبيد، يا ريت تقولوا لي تحت، يا ريت تعملوا لايك للحلقه، تشتركوا في القناه، فعلوا التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات بتاعتنا اولا باول. وادي كراش، انزلوا وظبطوا لي الدنيا. انا طبعا غيظني اللون بتاع العربيه دي، فكده كده هروح اعمله. العربيه اللي راكنه ديت مش وقته خالص ان احنا نشوفها دلوقتي، احنا عايزين نروح نلعب السباق بتاعنا. اشوفك بعد الانترو ان شاء الله، فيلا بينا. هل تتوقعوا يا السيدات والسادة العربية عايزة تظبط زوايا؟ اه والله بتفلت مني كده، ماشي، ولكنها سريعة جدا. حلو هذا اللون الاصفر، نحاول نحافظ عليها شوية علشان بس ما ندخلش السباق يبقى شكلنا وحش كده. احنا داخلين على موست وانتد رقم 9، فالمفروض نكون محترمين شوية. كراش كالعادة، كالعادة لازم اطبق الكبوت قبل ما اخش على اي سباق. ماشي، داخلين مصنع. هي فيها مشكلة. طيب انا هخش السباق والعربية متدمرة كده، وكان الله بالسر عليم. يعني لازم نفنش فيرست، هنلاعب ذا شيلبي كوبرا 427، ويا لها من نطفة سوداء تنبعث منها بعض الحاجات كده. دي هتكون العربية طبعا، مفقوسة قوي. اوكي، الكريدتس دي بحبها قوي بصراحة. اوهو ماشي على طول كده، ولا مشكلة. نايس، جهاز كا صلحنا العربي. بوزيشن 2، بس مش عارف ايه اللون ده. يعني العربية مخلية السباق في المتناول، يعني عشان بس تكونوا واخدين. طب انا ينفع لود التشيك بوينت؟
كان المفروض انزل النزله دي. هو طبعا خلص بس انا ايه عايز احفظ الطريق بقى. ماشي ايه ده؟ انا لحقته؟ واو عاش. عشان كده بقول العربية بتاعته دي عبيطة جدا. يعني حتى لما غلطت غلطة ساذجة لحقته؟ ماشي ماشي الحمد لله. رحت نيلة طريق غلط تاني. هو خلص صح؟ المفروض ان هو كده خلص السباق يعني. هو ايه اللي حصل بقى؟ بس بقى باظ ولا انا رحت فين؟ انا على ما اظن كان السباق باظ. ده الفينش. انا فعلا بهدلت الدنيا في السباق ده. واضح ان احنا لازم كل مستون تد نلاعبه مرتين. عاش. عايزين بقى ريتراي ذا لاست ايفنت، نلاعبه مرة أخرى ونخلص عليه في اللفة الأولى. نسكب كل الحاجات دي، نرجع بقى نلعب صح. خلي بالي من البوليس وخلي بالي من كل حاجة، هو مش خصم مرعب يعني. عادي عادي. اللي حصل في السباقات اللي فاتت يوضح لينا ان احنا نعرف نجيبه في اي وقت عادي. بس انا لازم اكون مركز، انا عايز اضمن السباق يعني. انا ما ينفعش اضمن السباق. seems like no. عايش. حلو حلو حلو. نفضل واخدين يمين وننزل. عاش.
Nice and good job. Supervisor has approved roadblock. Units are deploying. Here we go, sir. Nice. Chick. This chicken. Ash. يا ابن الجزمة ده انا داخل على الفينش. طب روح تشطر عليه هو. مركز تاني برضو. مركز تاني ماشي. هنريتراي برضو السباق مرة أخرى. أوكي هاتهولي يلا تاني تاني وتالت ورابع لحد ما نعدي العربية. البوليس دخلت فيها دخلة كده عنيفة. يلا بينا. I'm ready my man. مشكلة هذا السباق انه ممتلئ. ماشي. العربية دي عنيفة جدا بتاعت الشرطة دي. عنيفة عنيفة. اتمنى ان هما يفضلوا مهتمين بيه هو ويسيبونا انا في حالي يعني شوية. ممكن تاخد الطريق من فوق. انا مش عارف انا ليه دايما باخده من تحت هنا. هاتلي بقى دي 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 دي. Gonna be busted. Yes, it's okay. I'm صعب علينا السباق ليك يعني. العربية اتدمرت. مش عارف ماله ده. طيب هو كراشت. حلوة الكوينسيدنس. بس هيز باك. طب انا بقى مركزين هنا تحديدا. I can't understand what happened. شوية نيتروس. هم شوية نيتروس اللي فرقوا الموضوع. عاش وخلصته في 3 دقايق. ده معناه ان انا ما كراشتش كتير. بس انا كراشت كتير. ده معناه ان هنخش على المرسيدس وبعدها على الليكسس. مفروض بقى ادمره الاول. Most wanted has been beaten, shut him down to win his car.
Okay. Can I shut you down? Yahoo! Shut down! It was too easy, man! عايش اهرب من البوليس which is a hard mission to do after beating this عايش الدريفت. طبعا الناس هتقول لي هنا طب ما انت بتعرف تدريفت اهو. قال لهم بس سباقات دريفت ما وعدتكوش بصراحه. حتى دي كانت عايزة دريفت زي اللي فات بس no problem. يعني دي مثلا طب ما اخدها هنا وخلاص اسهل كل اللفة دي. بس العربية يعني بتعاني دي لامبورجيني دي مش سوزوكي. نايس دريفتنج تحافظ على السرعة في نفس الوقت. دخلنا مدينة جديدة علينا ان نكون اسرع. اوهو ما خدتش الروب بلوك اللي تحت ده. ماشي اورنج انت لحقت تب كراش دي بطريقة غير طبيعية وغير عادية وغير ممكنة وغير مستحدثة وغير مستحبذة. الجاين هو بص اصليه بتبقى ايه بتبقى حاجه مستفزه انت بتبقى عايز تخش فيه. ماشي يعني انا هو كيف عند الواحد ان هو يمشي في الطرق بنت اللذين حتى لو اول ما تطلع الطريق السليم تقوم عامل حادثه مفيش مشكله خالص مفيش مشكله. اللعبه سان اوبن وورلد وحاجة ممكن تعمل فيها اللي انت عايزه فخلونا نجرب حاجة جديدة هنمشي قانوني ليه. 175 يعني فضلنا مش كتير والله على اللي بعده. نايس increasing. الطريق ده ياخدنا على رمسيس. احنا كده ايه في غمرة عباسية مش عارف. اسرع اسرع يا طلياني. دخلنا جوه المدينة من تاني.
It is done. Dispatch, have we got units on that last zone? It has been done. The head or doubling back, over. He's here. I'm back on him. Either. أما أنت ظابط رخم cool down cool down cool down cool down cool down I'm destroyed. I'm destroyed. Have him ازاي بس. المفروض افضل فوق. لازم اصلح العربية. هات لي بس ال ساندوتش بقى المهمة دلوقتي ان احنا نهرب نهرب وبعد كده بقى نكمل بقى الموضوع للحلقة الجاية ان شاء الله بأي سباقات مش هعمل اي حاجة زي تيكن داون تيكن داون تيكن داون ارجع 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 هو على كمية العربيات عاش اوكي مامي انا بقى مش عايزهم يقبضوا علي ناس كتير كانت بتقول لي ايه يا عم سيبهم يقبضوا عليك وخلاص انا بقى لا ونوينت بقى ده انا الموست وانتد والكربون تقريبا اتقبض عليا كم مرة مرات معدودة يعني ماشي او احلى حاجة بس ان احنا البرسوت ستاتنا زادت قوي يعني عملنا شوية فلوس هنا في المطار ده اوكي تيكن داون تيكن داون يا ابني اطلع يا ابني انا اللي بحط نفسي في المواقف دي ليفل ديكريز دي بسرعة 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 قبل ما تيجي بس عربية بوليس كده يا جدعان ايه البواخة دي يا جدعان
كان غير المدينة؟ انا برضو كان في ناس قالت لي غير المدينة لما تحس ان انت البوليس بقى ايه. خنق ومزنق وكده وده اللي حاصل جدا دلوقتي. شكلي هخليهم يقبضوا عليا وريح دماغ. تيكن داون تيكن داون اتس بيكامينج هاردر. اوكي انا لما بغير العربيه هم برضو ورايا. Can we enter a cool down? A cool down. But I'm a... You know what? Demote. This about fall, you're dead. You're not most wanted anymore. مش هاي يعني مش ناويين يعتقوني صح؟ طيب يا جدعان انا اشوفكم في الحلقة الجاية. انا هحاول ان انا ايه اخلع منهم واشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. او بص وابوظ عليا يا جماعه كفايه كده كفايه كده. انا نفسي اتقطع مش عارف العربيه ماشيه ازاي. المهم لايك اشترك في القناه فعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقات اللي جايه اول باول وانا اوريدي اتقبض عليا. ف هنرجع للطريق مره تانيه ولكن عندنا سباقات لسه ما لعبناهاش في هذه السياره. اشوفك ان شاء الله في الحلقه القادمه والسلام عليكم.